في الشارقة. سعادة المهندس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير سعادة المهندس، مساك الله بنور أخوي حسن. حياك الله يا اهلا وسهلا. مكالماتنا هذه الايام كلها تأتي في اطار الحديث عن انجاز طرق وعن انجاز شبكات طرق جديدة، فالحمد لله رب العالمين، هذا شيء يثلج الصدر ويفرح الجميع. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. حديثك الان اعتقد عن انجاز شبكة طرق في الصجعة الصناعية، صحيح؟ صحيح. بسم الله، نبدأ بالتفاصيل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه، لتوفير شبكة طرق متكاملة تساهم في دفع عجلة التطور في إمارة الشارقة ومواكبة التطور العمراني الذي تشهده الإمارة في جميع المجالات، وبمباركة من المجلس التنفيذي تم أنهت هي الطرق والمواصلات بصورة جوهرية مشروع الطرق الرئيسية في منطقة الصجعة الصناعية، وبطول إجمالي يبلغ 14 كيلو متر وبتكلفة بلغت حوالي 66 مليون درهم. ما شاء الله. طبعا المشروع هذا يتكون من مجموعة طرق مزدوجة ومفردة تتكون من مشربين للسير بكل اتجاه، وبطول إجمالي يبلغ حوالي 14 كيلو متر، بالإضافة إلى إنشاء 4 ميادين ضمن منطقة المشروع تقوم بتوزيع الحركة بصورة مثلى، بالإضافة إلى تنفيذ 34 موقف للحافلات الخاصة بشبكة المواصلات العامة على امتداد هذه الطرق، وكذلك أكتاف وكذلك تم توفير أكتاف أسفلتية على جانبي الطريق لحالات الطوارئ. اشتملت كذلك أعمال المشروع أعمال الخدمات المصاحبة، بالإضافة إلى حماية عدد من خطوط الخدمات اللي تقع على هذا الطريق، وتم طبعا الانتهاء من أعمال المشروع بصورة جوهرية وافتتاحها أمام حركة السير في معظم أجزاء المشروع. طبعا الطرق الرئيسية هاي تم تنفيذها كانت هي عبارة عن محاور رئيسية ضمن منطقة الصجعة الصناعية، وتعمل إن شاء الله على توزيع الحركة بشكل متكامل، وبتسهم في رفع الكفاءة الاستيعابية للطرق في هذه المنطقة وربطها بالمحاور الرئيسية، وهي هاي الفكرة الأساسية كذلك من المشروع، أنه تكون عبارة عن محاور رئيسية تربط الطرق الخارجية اللي واقعة على محيط منطقة الصجعة الصناعية مثل طريق الذيد عبر التقاطع رقم 8، صحيح. وكذلك طريق الإمارات من الجهة الأخرى عبر نفق الرحمانية. الطرق هذه طبعا بتسهم بشكل كبير فيما يخص رفع القيمة الاستثمارية لهذه المنطقة، ويكون لها دور إن شاء الله كبير في إنعاش الحركة الاستثمارية في هذه المنطقة وتشجيع المستثمرين، كذلك كونها بتكون يعني بيئة مثالية تضم أفضل الخدمات وأفضل الطرق والبنية التحتية في هذه المنطقة. جميل جدا. متى بدأ العمل بهذا المشروع سعادة المهندس؟ نحن بدينا في العمل هذا تقريبا قبل سنة ونصف في هذا المشروع، وطبعا تم الانتهاء من كافة الأعمال. هناك بعض الأعمال البسيطة المتبقية في هذا المشروع وجاري يعني تنفيذها في الوقت الحالي. الأعمال المتبقية هذه لا تعيق حركة السير ولا تعيق المشروع، المشروع هذا الآن مفتتح بإمكان الناس استخدام هذه الطرق. نعم، وفعلا تم يعني افتتاح الحركة على هذه الطرق، ويتم استخدامها حاليا بشكل يعني متكامل، وما في أي إشكالية في يعني مقبل ساقين الوصول لوجهاتهم في منطقة الصجعة. جميل جدا. يعني بالإضافة إلى الخدمات اللي يعني راح توفرها أو التسهيلات اللي راح توفرها هذه المشاريع وهذه الشبكة في الصجعة، أنا أتصور حتى يعني الشوارع هذه أعطت المنطقة خلنا نقول نظافة أكثر، راحة أكثر، سهولة أكثر، يسر أكثر في الدخول والخروج منها وإليها. بالضبط اخوي حسن، وكذلك هي يعني بتشجع كذلك المستثمرين، الاستثمار، لان هي نعم. بيئه مثاليه صارت، وما يخفى عليك اخوي حسن منطقه الصجعه الصناعيه يعني فيها ما شاء الله تعج بالمصانع اللي موجوده فيها، ويعني هناك كثير من الاستثمارات صحيح في هذه المنطقه، صحيح. فهي يعني اضافه
لشبكة الطرق بشكل عام في مدينة الشارقة وإمارة الشارقة، وبصفة خاصة لمنطقة الصجعة اللي هي فيها كثير من الاستثمارات. يعني كما ذكرت، الجانب الصناعي والاستثماري او التجاري في الإمارة هو يعني في حركة دائمة، لكن فيما يتعلق بالصناعيات هذا الأمر اللي من سنوات، والشارقة متقدمة متفوقة في هذا. فدخول شبكة طرق جديدة في الصجعة هذا بالتأكيد سيؤدي إلى انعاش الحركة الاستثمارية في المنطقة بشكل كبير. هذه بشارة لأصحاب الأراضي الصناعية هناك، بشارة طيبة كذلك لأصحاب بعض الورش أو المصانع الصغيرة اللي حابين يخرجون من داخل المدينة أو من الصناعيات القديمة. يلا الأمر صار أسهل بالنسبة لكم، وأعتقد عدم تفويت الفرصة هو المطلب. بالضبط اخوي حسين، مثل ما تفضلت شبكه الطرق هذه بتساعد يعني المستثمرين انهم هم يعني يبدون مشاريعهم الاستثماريه. وبالنسبه للمستثمرين اللي موجودين حاليا، شبكه الطرق هذه بتخدمهم بشكل كبير في نقل بضائعهم، في الوصول لاماكنهم، فهي فعلا اضافه يعني كبيره للمنطقه. ونحن الحمد لله خلال هاي السنه شهدنا يعني تنوع في مشاريع الطرق، ما كان فقط التركيز على المناطق السكنية، لكن رأينا كذلك تنفيذ مشاريع في المناطق الصناعية الصناعية. والتجارية كذلك. بالضبط. نعم صحيح. طيب حركة السير أو تسهيل حركة السير في الصناعية أو في الصجعة الصناعية، هل سيؤدي أو هل سيكون له أثر إيجابي على المناطق السكنية مثل الرحمانية مثل المناطق القريبة؟ بيكون في لها أثر ولا ما لها علاقة؟ طبعا اخوي احسن، نحن عندنا المنطقه السكنيه القريبه من منطقه الصجع هي منطقه الرحمانيه، وهي عباره عن تقريبا 10 مناطق. صحيح. فهناك اصبح الان بالامكان الوصول من منطقه الرحمانيه او الوصول للصجع من منطقه الرحمانيه بكل سهوله، كون المنطقه هاي مرتبطه بنفق الرحمانيه. هناك طريق مزدوج من مناطق الرحمانية باتجاه منطقة الصجعة، طريق مزدوج مكون من مسربين في كل اتجاه، يعمل يعني بشكل سريع وسلس وصول إلى هذه المنطقة، فهي أصبحت مرتبطة كذلك بموقع النفق اللي موجود على شارع الإمارات اللي هو نفق الرحمانية. في أمامي كم رسالة سعادة المهندس حول مداخل ومخارج الصجعة الصناعية، وخصوصا من شارع المطار. في لها مشاريع تطويرية أو إعادة توزيع أو صيانة للجسر بالتحديد؟ في ان شاء الله سيكون هناك يعني مشروع لاعاده تطوير الجسر. هو طبعا المدخل الاساسي في منطقه الصجعه هو الجسر رقم 8 على شارع الزيت، فبيشهد ان شاء الله هناك كذلك تطوير، لان المدخل الحالي يعني جيد، هو يفيد يعني يفي بالغرض، لكن نحن نتكلم عن توسعه مستقبليه. ومنطقه الصجعه طبعا بتشهد كثير من الحركة في مستقبلا، كونها يعني هي أساسا يعني منطقة تشهد كثير من الاستثمارات وغيره، صحيح. فبيكون إن شاء الله هناك بتكون للهيئة إن شاء الله خطة في تطوير التقاطع. إن شاء الله. إذا نلخص قبل الختام سعادة المهندس مرة أخرى الأعمال المنجزة في هذه الشبكة. نعم طبعا اللي تم تنفيذه هي عبارة عن محاور رئيسية في منطقة الصجعة الصناعية بطول إجمالي حوالي 14 كيلو متر. تعمل هاي طبعا المحاور الرئيسية في توزيع الحركة بشكل متكامل في منطقة الصجعة الصناعية، وكانت طيب طبعا تكلفة المشروع 66 مليون درهم، تم يعني تنفيذها بواسطة حكومة الشارقة. شكرا سعادة المهندس، ما قصرت، كفيت لو ووفيت. تفضل نعم لو تفضل تفضل تسمح لي، بس في تفضل. عندنا تنويه عفوا اخوي حسن فيما يخص اعمال الصيانه اللي يتم تنفيذها حاليا في فتره الصيف. نحن نحاول قدر المستطاع نقوم بتنفيذ يعني اعمال صيانه في عده اماكن استعدادا للعام الدراسي الجديد. ففي عندنا مشروع صيانه الجسر الواقع بالقرب من السوق المركزي،
وهو على امتداد شارع الملك فيصل. بيكون في إغلاق في هذا الجزء بسبب أعمال الصيانة الدورية لهذا الجسر، ففي إغلاق يعني بيكون بسيط إن شاء الله من متى الساعة بيكون إن شاء 12. الله؟ هو بيبدأ بيكون ابتداء من اليوم ولمدة 15 يوم. بيكون الإغلاق من الجهة القادمة من شارع العروبة وتحديدا جسر الخالدية اتجاه شارع الملك فيصل. طبعا بيتم تحويل الحركة هذه من أعلى الجسر إلى أسفل إلى الميدان الواقع أسفل الجسر. بتكون الحركة مستمرة، لكن بيكون في إغلاق أعلى الجسر لحارتين. لمدة كم هذا الإغلاق بيكون؟ لمدة 15 يوم، بس بيكون الإغلاق جزئي، يبدأ من الساعة 12 منتصف الليل إلى الساعة 5 فجرا. يعني بشكل عام الناس لن تشعر كثيرا بهذا الإغلاق. اي نعم، نحن راعينا فيه ان يعني اختيار الوقت المناسب، حيث ان نحن ما يعني ما يكون في اي تاثير فيما يخص الحركه المروريه، فكل الاعمال بتكون بعد منتصف الليل الى الساعه 5، وفي في الوقت العادي او في الصباح يكون تكون الحركه مفتوحه على هذا الجسر. إن شاء الله، بحيث أن يبدأ العام الدراسي وتم الانتهاء من الصيانة في هذا الشارع وفي هذا نعم الطريق. ان شاء الله طيب، مشاريع أخرى أو طرق أخرى حاب تتحدث عنها؟ بنتحدث فيها إن شاء الله في مداخلات إن أخرى شاء بإذن الله الله. تعالى، إن شاء الله جزاك تعالى. الله خير. شكرا مهندس سليمان، شكرا الله شكرا، في يسلمك. أمان، حياك الله. المهندس سليمان الهاجري، مدير هيئة الطرق والمواصلات لشؤون الطرق في الشارقة.